حول آخر التطورات الجارية في السودان ينضم إلينا من العاصمة الخرطوم المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين. أهلا بك أستاذ محي الدين. بداية ضعنا في صورة ما يجري في السودان على ضوء التطورات الأخيرة. طيب أعتقد أنه المشهد السياسي السوداني فيه تطورات كبيرة وغريبة، لأنه الواقع السياسي المحتقن خلال الفترة الماضية ربما وفر لبعض الجهات مناخ لتأجيج الصراعات بين المكونات المختلفة، وأعتقد أن الواقع السياسي يحتاج إلى مراجعة من كل شركاء المشهد السياسي، لأنه واضح جدا أن الأزمة الآن تأخذ طابعا عنيفا من خلال سقوط ضحايا في المظاهرات، وهذا سببه حالة الشحنة الكبيرة التي تقوم بها بعض القوى السياسية. المشهد يعني يتضح لمشاهديكم الكرام قائم على وجود تيارات تدعم المؤسسة العسكرية في دعوتها لإصلاح المشهد السياسي وتوسيع المشاركة السياسية، بينما هناك مجموعات كانت متحكمة وأحزاب كانت متحكمة تريد الاستمرار في هذه الحالة، وبين التيارين هناك ضحايا يسقطون وهناك خلافات تتعمق في المشهد السوداني. إذا أردنا معالجة هذه القضية نحتاج إلى حوار جاد لا يستثني أي من المكونات، يتم بين المكونات المدنية مع بعضها البعض وبينها وبين القوات المسلحة حتى تتوفر منصة لمعالجة هذه القضية حتى لا تستفحل، والأهم منها هو أن يتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في المسار الديمقراطي، بمعنى أن تنصب كل الجهود لتشكيل حكومة حالية تتولى الترتيب للانتخابات القادمة. في هذه الحالة نستطيع أن نقول أننا سنعبر من الأزمة الحالية، لكن استمرار انسداد الأفق واستمرار التشاكس بين القوى السياسية وتمركز كل طرف من الأطراف في موقفه لا يخدم قضية التحول الديمقراطي في السودان. المجتمع الدولي عليه أن يدعم هذا التوجه وأن لا يدعم طرفا من الأطراف على بقية الأطراف الأخرى، لأن هذا سيزيد من حالة الاحتقان، بل عليه أن يعمل إن كان المجتمع الإقليمي أو الدولي لتقريب هذا أستاذ الموضوع بين فرقاء المشهد السياسي حتى نعم أستاذ محي الدين التحول الديمقراطي بمشاركة كل القوى السياسية في السودان دون نعم أستاذ محي الدين، هل ترى بأن هذه الوساطات والضغوط الدولية ستسهم في إيجاد حل توافقي اليوم بين المكونين المدني والعسكري؟ نعم طبعا في تأثير كبير جدا لهذا الأمر، لأنه واضح جدا أنه بعض القوى الدولية تعطي إشارات بأنها تدعم طرف من الأطراف. نحن نتحدث عن تحول ديمقراطي وليس دعم أشخاص أو مكونات سياسية بعينها، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج لتوضيح من قبل القائمين على الأمر الآن في مجلس السيادة بالتواصل مع المجتمع الدولي لتوضيح الصورة الحقيقية. أعتقد بالأمس زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية للخرطوم أوضحت هذا الأمر في تصريحاتها، جاء أنها قالت أنها تدرك أن هناك في المشهد السياسي قوة سياسية وأحزاب تؤيد الإجراءات التي قام بها الجيش، وهذه نقطة مهمة جدا لأنها تؤسس لمعالجة حالة عدم الفهم للمسألة. الآن في الشارع هناك تيارين، تيار يدعم هذا التحرك الذي قامت به قيادة الجيش وتيار آخر يناهضها، وبالتالي نحتاج إلى توحيد الرؤى السياسية وأن يساعد المجتمع الدولي في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المشهد. شكرا سيدي سيد محي الدين محمد محي الدين المحلل السياسي من العاصمة الخرطوم. شكرا.